يطلق مركز حملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي النسخة السابعة من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2023. تنطلق فعالياته في يوم 23 حتى 25 من أيار الجاري. هذا المنتدى يعد النشاط الرقمي الأضخم في فلسطين، مهم جدا، يشارك فيه ناس من كافة الدول، يتحدث عن الحقوق الرقمية، يتحدث عن كل ما من شأنه متعلق بالحقوق الرقمية بفلسطين، ويميز هذا العام أنه يركز على إنهاء التمييز ضد الفلسطينيين. مزيد من التفاصيل تنضم ضيفتنا لنا في الاستوديو منيا الظاهر، وهي منسقة الإعلام في مركز حملة. منيا صباح الخير. صباحك. أهلا بك معنا. إذا اقترب الحدث، إحنا بنحكي يعني عن أيام وتنطلق فعاليات المنتدى، احكي لنا أكثر. صحيح، يعني هاي النسخة السابعة من المنتدى، وإحنا سنة عن سنة عم بكبر المنتدى وعم بيكون عندنا فعاليات اللي هي أكثر. هالسنة إحنا رح نجتمع، يعني أول بداية المنتدى هو عمليا مساحة اللي إحنا نشتغل عليها بشكل سنوي ضمن عمل حملة من أجل تسليط الضوء على قضايا الحقوق الرقمية، وبنجمع بالمنتدى نشطاء، صحفيين، مؤسسات مجتمع مدني، ممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي وغيرهم كذلك من المتحدثين الملهمين وكذلك المهتمين بالنشاط والفضاء الرقمي، لحتى يكون عندنا هاي المساحة اللي بنسلط فيها الضوء على قضايا تتعلق بالحقوق الرقمية، المشاكل، التحديات، ونطرح كمان مساحة نفكر شو ممكن حلول اللي احنا نشتغل عليها عمليا، ونستفيد حتى من تجارب ناس تانية. وبالتالي احنا كمان دائما نطرح كل قضية الحقوق الرقمية في سياق عالمي وإقليمي اللي هو كمان أوسع. ولهيك السنة السابعة كمان إحنا بنجتمع تحت ثيمة إنهاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، واللي راح تكون على مدار 3 أيام مثل ما ذكرتي، من 23 ل 25 5. طيب نحكي بتفاصيل الفعاليات أكيد، كيف رح تصير والتسجيل وما إلى ذلك، لكن شو يعني إنهاء التمييز ضد الفلسطينيين والفلسطينيات؟ صحيح، إحنا اليوم لما بنحكي عن التمييز بشكل عام الفلسطينيين والفلسطينيات والسياق الفلسطيني، بين سنوات الفلسطينيين عم بتعرضوا لتمييز على الفضاء خارج، خليني أحكي، الإنترنت. وبالسنوات الأخيرة مع استخدامنا المتزايد للإنترنت، ولما صار عندنا الفضاء الرقمي بشكل عام هو مساحة لي جدا مهمة، واللي صارت كمان جزء أساسي من واقعنا، لأنه اليوم بطلنا نقدر نحكي عنها بشكل منفصل، هي صارت جزء. وبالتالي الانتهاكات والتمييز اللي موجود خارج هاي المساحات صار عم بنتقل، وصرنا عم نشوفه اليوم على هاي المساحات. يعني اليوم إحنا لما بنحكي عن السوشيال ميديا أو غير السوشيال ميديا، لما بنحكي اليوم عن السوشيال ميديا، اليوم هاي مساحة اللي صار الفلسطيني عم بواجه وغير الفلسطينيين، لما بنكتب عن فلسطين، لما بنحكي عن القضايا اللي عم بتواجهنا، لما بنصور ايش عم بصير، صرنا عم نواجه طول الوقت هذا التضييق، الرقابة الذاتية، التقييد، القمع. وبالتالي كل الانتهاكات اليوم اللي كنا عم نشوفها خارج الانترنت عم تنتقل هناك. وعلى صعيد ثاني حتى غير السوشيال ميديا، لما بنحكي مثلا عن تقنيات المراقبة، اليوم الفلسطينيين عم بتعرضوا بشكل ممنهج لتقنيات المراقبة اللي حتى بتم اختبارها عليه من قبل السلطات الإسرائيلية قبل ما يتم بيعها إلى العالم وعمل أرباح منها. فهذا كمان جانب آخر، عدا عن تطبيقات السياحة، عدم الوصول للاقتصاد الرقمي. اليوم إحنا لحد اليوم بفلسطين غير قادرين للوصول لمنصات PayPal، Venmo وغيرها من المنصات التانية كمان اللي ممكن تكون جدا مهمة للفلسطينيين والفلسطينيات. لهيك إحنا بنحكي اليوم عن إنهاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وكيف إحنا ممكن إنه نواجهه. طيب مهم جدا هذا الكلام، والمهم أيضا هذا المنتدى، هل هو فعليا الحدث الأضخم، الحدث الرقمي الأضخم في فلسطين؟ لأنه إحنا ما عنا كتير يعني منشوف فعاليات أو منتديات خاصة بالحقوق الرقمية بفلسطين. صحيح، عشان هيك إحنا يعني حملة بيعتبر هذا الحدث هو حدث جدا مهم بالنسبة لإلنا، كونه بيركز على هذا الموضوع وبيجمع ناس مش بس من فلسطين وإنما من خارجها أيضا. وإحنا من هون نظرتنا إنه هذا المنتدى بيجمع الكل، الفلسطينيين والداعمين كذلك لفلسطين. ولهيك إحنا كمان اليوم بنقول عنه إنه مش بس مقتصر على اللي داخل فلسطين، وبالتالي احنا بنروح اليوم على الشكل المركب للمنتدى اللي هو انه وجاهي ورقمي، لحتى يكون عندنا عدد اكبر من الناس موجودين بهاي المساحه، ولهيك هو متاح ايضا للجميع. هالسنه رح يكون معنا يعني اكثر من 50 فعاليه واكثر من 90 متحدث، وسنويا على مدار السنوات الماضيه قدر المنتدى انه يجمع 1500 مشارك ومشاركه من حول العالم. وبالتالي احنا بنشوف عن جد هذا الحدث هو جدا مهم وضخم فيما يتعلق بالحقوق الرقميه الفلسطينيه. طيب على مستوى النتيجة والتأثير، يعني هذه النسخة السابعة، النسخ الستة الماضية، كيف بتشوفوا تأثير هذه المنتديات فعليا على الحقوق الرقمية الفلسطينية؟ صحيح. أهميتها يعني المنتدى هو ضمن عمل حملة على كل موضوع حماية وتعزيز الحقوق
الحقوق الرقميه الفلسطينيه واللي بتواجه جدا تحديات ضخمه وكثير كبيره. والعمل على عمليا لما احنا مثلا بنحكي عن موضوع السياسات، لانه احنا على موضوع مثلا السوشيال ميديا احنا بحاجه لسياسات عادله فيما يتعلق بالحقوق الرقميه الفلسطينيه، وبالتالي هو عمل طويل الامد. لهيك احنا بنشوف عمل المنتدى هو عمل تراكمي سنه عن سنه، عم بنراكم معرفه، عم بنراكم وعي اتجاه القضايا، اتجاه الحقوق الرقميه الفلسطينيه، وعم نجمع اليوم عم بنجيب شركات التواصل الاجتماعي على جلسات لحتى نحكي معهم اكثر. مثلا بالمنتدى السنه حيكون معنا مجلس الاشراف على متى، ومجلس الاشراف على متى بالسنه الماضيه مهم جدا، واللي اشتغل السنه الماضيه على توصيه او اخر يعني طلع بتوصيه لاجراء تحقيق فيما يتعلق بالمحتوى العربي، واصدر نتائج هذا التحقيق بشهر 9 الماضي، واللي بينت انه في عندنا كان تحيز من او اداره سياسات مفرطه على المحتوى باللغه العربيه، مقابل انه ما في عندي انا اداره كافيه على المحتوى باللغه العبريه، وتحديدا انه اجري هذا الفحص على خلال فتره هبه ايار مايو 2021. واحنا كنا عم نشوف انه هاي التوصيه واجراء التحقيق فيما بعد هو امر كمان ايجابي، خصوصا احنا لما دار سنوات كنا عم نحكي على كل موضوع التمييز الرقمي مع متى، وكانت عم بتقول انه احنا عندنا معايير عالميه للكل، فكان هذا الشيء يعني كنا عم نشوفه خطوه ايجابيه. لهيك احنا اليوم عم نجيب مجلس الاشراف على متى لنحكي اكثر. اليوم في النسخه هاي موجود، في النسخه هاي تماما لنحكي اكثر كيف احنا اليوم كمان كنشطاء وناشطات وكمجتمع مدني ممكن ناثر اكثر في هاي القرارات، وفي الدفع باتجاه كمان انه يكون العمل عمل مجلس الاشراف على متى لحتى نحقق سياسات اكثر عادله. رح نحكي عن سياسه شهيد، عن غيرها كمان من السياسات الثانيه اللي حتكون عندنا اليوم موجوده، وبالتالي احنا بنشوف عن جد هاي المساحه مهمه جدا انه يكون معنا كل هدول المؤسسات والمؤثرين والفاعلين كذلك، لحتى انه احنا نضغط باتجاه كمان مره نحقق اكثر عداله باتجاه للمحتوى الفلسطيني للحقوق الرقميه الفلسطينيه. طيب مونيا، مين المشاركين من فلسطين هذه النسخه؟ وانت حكيتي وجاهي وراح يكون وايضا اونلاين، كيف يعني وجاهي وين ومين المشاركين في فلسطين؟ اكيد هاي السنه احنا عم نعمله بشكل مدمج بعد 3 سنين من انه كان بس اونلاين وكورونا. فهالسنه احنا عم نعمل جلسات سياساتيه حتكون اونلاين لحتى نقدر نجمع اكبر قدر من الناس يقدروا انهم يكونوا عم بيحضروا، سواء كان فلسطينيين في فلسطين او خارج فلسطين او كذلك الداعمين لفلسطين. اما الورشات في معظمها رح تكون وجاهيه ورح تكون في مدن مختلفه ومتنوعه من الشمال الى الجنوب. رح نكون موجودين بحيفا، بالناصره، بنابلس، بجنين، رح نكون موجودين كذلك برام الله، ببرزيت، ببيت لحم وبالخليل، ورح خلال الثلاث ايام هذول خلال الثلاث ايام وبغزه كذلك، وتحديدا باليوم الثاني والثالث من المنتدى حتكون عندنا ورشات مختلفه بكل هاي اللوكيشنز والمواقع المختلفه، واللي رح تكون عم بتركز على مواضيع كمان كثير مهمه لبناء القدرات مع مدربين كمان وخبراء ونشطاء في المجال. حيكون معنا من الاسماء اللي رح تكون معنا، حيكون معنا طارق بكري الى غربيه، حيكون معنا كذلك محمد بدرني وهو مصور. فبالتالي احنا عندنا كمان يعني التركيز بالورشات حيكون على مواضيع متنوعه، رح نحكي عن القصص الرقميه، الارشيفات التاريخيه، الامان الرقمي، الحضور الرقمي للمؤسسات. فهي المواضيع كلياتها حتكون ضمن الورشات اللي هي متنوعه ومختلفه. حلو، يعني هذا حدث مهم جدا منيا، وواضح انه تبذل فيه جهود كبيره كمان لاتمامه وانجاحه. قبل شهر فتحتوا باب التسجيل، هل المهتم باب التسجيل لازال مفتوح ولا خلص يعني مع اقتراب انعقاد المؤتمر؟ بنذكر مره ثانيه هو من 23 ل 25 ايار الاسبوع القادم. يعني صحيح، يعني احنا لهلا باب التسجيل عمليا باقي عليه زي 48 ساعه لحد نسجل التسجيل 100%. وكمان انا يعني هون بشجع انه اي حدا مهتم بالورشات تحديدا وبالجلسات كمان انه يروح يسجل، لانه المقاعد اللي ضايله هي كمان محدوده. كيف اليه التسجيل؟ اليه التسجيل جدا سهله، التسجيل هو مجاني ومتاح للجميع، ولكن يعني اجباري التسجيل. بيقدروا يوصلوا لرابط التسجيل من خلال موقع المنتدى، منتدى فلسطين للنشاط الرقمي اللي هو pdaf.net او pdaf.net، وكمان موجود على صفحات مركز حمله المختلفه. احنا موجودين على كل السوشيال ميديا، وبالتالي كمان بيقدروا يوصلوا لصفحاتنا على السوشيال ميديا، وبيقدروا اكيد يوصلوا لرابط التسجيل. وضل يومين للتسجيل، عمليا ضل يومين. صحيح، يعطيكم العافيه. شكرا لتواجدك كمان معنا اليوم، موفقين في النسخه السابعه للمنتدى منيا، وان شاء الله بتتكلل بالنجاح اكيد. شكرا لوجودك معنا منيا الظاهر، منسقه الاعلاميه لمركز حمله، المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي. تحياتي لك.